الفنانة التشكيلية محاسن الإمارة من كربلاء، ولدت في منطقة تحديدا باب السلامة، ومعرضي هو اسمه الأراسي. أراسي يعني هي استوحيت الفكرة الاسم من ذاكرة الطفولة، يعني كنا نروح العصر بيت جدو ونفتح الأراسي، ويعني جمعات العصر وأيام الطفولة الحلوة، أكثر من 25 عمل، يعني لوحات تجريدية ولوحات تراثية، ويعني كثير يعني تتحدث عن المرأة، عن الحرية. وحتى أنا سويت هذا المعرض الرابع إلي، لأن دا أشوف تحفيز ودعم من الناس، من طبقات المجتمع، من المثقفين، من الفنانين. نعم، أنا من خلال هذا المعرض هم أطلقت البراند باسم المحاسن للعبايات من تصميمي وخياطتي، يعني هم من كل عباية، يعني كل عباية مستوحية الفكرة مالتها من اللوحة، يعني مثلا الأحرف السومرية مثلا، يعني نفس اللوحات يعني تقريبا، يعني كل لوحة مستوحية منها فكرة. طبعا بالبداية أحب أبارك للست محاسن الإمارة الفنانة التشكيلية الرائعة على إقامة معرضها الرابع في كربلاء، وطبعا هذا الشيء يرجع فشيء إيجابا لكربلاء، أنه ظهور الحركة النسوية بالفن، بحركة الفن التشكيلي بهذا الشكل الرائع. اليوم نشوف أعمال حديثة، أعمال تواكب الفن المعاصر الحديث من فنانة كربلائية، والدها كان فنان كربلائي معروف، ففشي يثلج القلب صراحة. وإحنا كنا فخورين انه بوجود هيك حركه نسويه من الفن التشكيلي داخل محافظه كربلاء، وبتقدم الحركه الفنيه داخل المحافظه. والله صراحه هي كل اعمال الفنانه جميله، تواكب الحداثه بين الحضاره ماخوذه من الحضاره السومريه وبين الفن التشكيلي، فشيء كلش حلو، والاعمال يعني كلها حلوه ورائع. طبعا هي الفنانة يعني دائما تميل يعني للمرأة لإبراز دورها، وتعرف يعني خصوصا احنا مجتمعاتنا العربية دور المرأة يعني يحتاج لتسليط الضوء، فشي حلو من انه تكون فنانة وهي سلطت الضوء على المرأة بنفس الوقت، فيعني شوف هذا الشيء طبعا ينعكس بأعمال الفنانات خصوصا. طبعا المعرض كلش يعني جدا جميل، يركز على شغلات الحضارة والكتابة المسمارية والتراث، وهاي خطوة كلش حلوة، يعني انه فنانات كربلاء باتجاه التطور ويسوي المعارض وشخصية ومشتركة، يعني كلش خطوة جميلة. يعني كربلاء لم تعد مثل يعني قبل، الفن دا يتطور، اكو داعمين، وما شاء الله يعني الحضور كلش. اي طبعا اكو لوحات كلش، اللوحه الكتاب المسماريه والاراسي ماتين يعني كلش حلوه، يعني حتى التصاميم العباءه اللي مطرز عليها يعني الحروف المسماريه القديمه، يعني هي تعتز بهاي الحضاره التراثيه. يعني انا واحده من الفنانات، يعني هسه افكر انه اسوي ايضا معرض شخصي، لانه الانفتاح صار بكربلاء مو مثل قبل، الحمد لله يعني باتجاه التطور.